محافظ حضرموت يصدر قرارات بتكليف مديرين لمرافق حكومية ومستشار للشؤون الفنية. افتتاح مشروع مياه بالطاقة الشمسية بمديرية ساب حضرموت. فريق من وزارة الصحة يتفقد مراكز العزل بعدن. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بالمكلا القرار رقم 45 لسنة 2024 الميلاد، قضى بتكليف الأخت أفراح محمد جمعة خان مديرا عاما لإذاعة المكلا. وأصدر محافظ حضرموت القرارات رقم 47 و49 و51 لسنة 2024 للميلاد، قضاء الأول بتكليف الأخت رشا سعيد محمد بن هامل مديرا تنفيذيا لصندوق دعم الشباب. وقضى القرار رقم 49 بتكليف الأخ محمد عبد الله إسلام بعيران مديرا عاما لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت، بينما قضى القرار رقم 51 بتكليف الأخ علي صالح فرج بن ماضي مديرا عاما للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بديوان محافظة حضرموت، فيما قضى القرار رقم 52 بتكليف الأخ الدكتور عبد الله علي باغبيان مستشارا لمحافظ حضرموت للشؤون الفنية. رعى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بالمكلا مراسم التوقيع على عقد تنفيذ مشروع منح عمليات جراحية مجانية بهيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة. وتقضي اتفاقية العقد تنفيذ مشروع منح عمليات جراحية في تخصصات الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة النساء والولادة، وعددها 350 عملية جراحية، منها 250 في هيئة ابن سينا و100 عملية في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بكلفة إجمالية 37 مليون ريال خلال المدة من 10 يوليو حتى 30 نوفمبر من العام الجاري. وأعرب محافظ حضرموت عن شكره لتدخلات مؤسسة نهد التنموية ومؤسسة التنمية الصحية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي للتخفيف عن المواطنين المعسرين. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي مشروع مياه مزود بمنظومة طاقة شمسية متكاملة بمنطقة المفتلقة بوادي عدن بمديرية سا بتمويل وتنفيذ من مؤسسة صلة للتنمية. وتعرف وكيل المحافظة المساعد من المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية عنب شماخ إلى شرح حول المشروع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 37 كيلوات وعمق يصل إلى 260 مترا، الذي سيسهم في حل إشكالية تلوث المياه 3000 فرد من سكان المنطقة، مشيدا بدور مؤسسة صلة للتنمية في مساندة السلطات المحلية وتدخلاتهم في كثير من المجالات الصحية والخدمية والتنموية. تفقد فريق من وزارة الصحة العامة والسكان برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي مراكز عزل الإسهالات المائية الحادة والكوليرا بعدن. وزار الفريق مركز العزل بمستشفى الصداقة التعليمي العام، واستمع من مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن الدكتور أحمد البيشي ومدير المستشفى الدكتور محمد حيدرة لشرح عن نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مؤكدا ضرورة العمل للحفاظ على إيجابية العمل بالمركز وتعزيزه بالبروتوكولات الصحية المعتمدة في تقديم الخدمات الصحية. دشن المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد عبد الله بيعشوت والمدير العام لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور سالم باجابر الدورة التدريبية النوعية للطاقة الشمسية. وتأتي الدورة ضمن خطة صندوق تنمية المهارات لتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم في مجالات مهنية مختلفة
تستهدف الدورة تدريب نحو 90 شابا على مستوى مديرية مدينة المكلا في مجال الطاقة الشمسية والتبريد والتكييف والتمديدات الكهربائية، بالإضافة إلى استهداف تدريب عدد من الشباب على مستوى وادي حضرموت وكذا مديريات الشحر وغيل بوزير. تشهد مدن مساحل محافظة حضرموت أجواء صحوة مغبرة نسبيا مع سحب متفرقة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة رطبة نهارا إلى دافئة رطبة ليلا، فيما تشهد مدن أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مع سحب رعدية على رؤوس الأودية ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة مغبرة، رياح معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة ودرجات الحرارة حارة جدا نهارا إلى دافئة جافة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس نتابع. ختام النشرة مشاهدين تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يصدر قرارات بتكليف مديري لمرافق حكومية ومستشار للشؤون الفنية. افتتاح مشروع مياه بالطاقة الشمسية بمديرية ساب حضرموت. فريق من وزارة الصحة يتفقد مراكز العزل بعدن. ختام النشرة مشاهدينا في أمان الله.